أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين مسرعات جديدة للتوطين النوعي في القطاع المالي والمصرفي بالشراكة مع المصرف المركزي وهيئة التأمين ومعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، وذلك بهدف توفير نحو 1500 وظيفة للمواطنين والمواطنات خلال 100 يوم. وقال معالي ناصر الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين إن إطلاق المسرعات يأتي في إطار مواصلة الوزارة تنفيذ أحد مرتكزات منهجيتها الجديدة للتعامل مع ملف التوطين، وذلك من خلال تسريع التوطين النوعي والتوظيف المباشر في قطاعات اقتصادية مستهدفة وفي وظائف ذات قيمة مضافة ومستدامة. وسيتم خلال فترة تسريع التوطين النوعي في القطاع المالي والمصرفي تطبيق منهجية أيام التوظيف المفتوحة التي أثبتت فاعليتها وكفاءتها في استقطاب الباحثين عن العمل لإجراء المقابلات الوظيفية المباشرة مع الشركات التي تشارك في أيام التوظيف. ومن المقرر أن يتم يوم غد الثلاثاء تنظيم أول الأيام المفتوحة للتوظيف في القطاع المصرفي والمالي. ولمزيد من الطرح حول هذا الموضوع يحدثنا عبر الهاتف سعادة الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية. أهلا بك. أهلا وسهلا أختي الكريمة، مرحبا. مرحبا. بداية، ما هي أبرز أهداف مسرعات التوطين النوعي في القطاع المالي والمصرفي؟ كما أشرت أختي، مسرعات التوطين هي إحدى برامج المرحلة الأولى من المنهجية التي اعتمدتها وزارة الموارد البشرية والتوطين في إطار مسؤولية عن ملف التوطين في الدولة. وهدف المرحلة الأولى هو تسريع وتيرة التوطين، ولكن في قطاعات استراتيجية مستهدفة في القطاع الخاص. طبعا المرحلة التالية هي مرحلة التمكين. الآن في المرحلة السابقة حقيقة بدأنا مجموعة من مسرعات التوطين في القطاع الخاص في مجموعة من القطاعات، منها قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، قطاع التطوير العقاري، قطاع الطيران والنقل، وقطاع مراكز الخدمة. وكان هدفنا توظيف 4000 وظيفة، وبحمد الله خلال 100 يوم تم توظيف وتم توفير عقود وعروض عمل ل 5700 مواطن في القطاع الخاص. فالآن هدفنا الحقيقة الاستمرار في توفير فرص التوظيف المباشر للمواطنين، ولكن أيضا الآن في قطاعات أخرى. بدأنا الآن في القطاع المصرفي والمالي، وبإذن الله سنستمر في قطاعات أخرى في المرحلة القادمة. كما نعلم سيتم تطبيق المسرعات عن طريق أيام التوظيف التي ستنظم في إمارات الدولة، حدثنا عن مراحل ذلك. حقيقة أيام التوظيف المفتوحة هي البديل الذي طرحت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن معارف التوظيف. أيام التوظيف المفتوحة هي أيام تتأكد الوزارة من توفر الشواغر فيها، وتقوم بتنظيم تسجيل الشركات وحضور الشركات. يحضر الباحثون عن عمل إلى أيام التوظيف، ولها عدة مراحل. الأولى يتم تسجيل الباحث عن عمل، ثانيا يتم توفير الإرشاد المهني للباحث عن عمل وتعريفه على المقابلة الوظيفية وكيفية الإجابة عن الأسئلة ومساعدته في اختيار الشواغر المناسبة له، ثم يتم إجراء المقابلة الوظيفية له مباشرة خلال يوم التوظيف، ويستلم نتيجة المقابلة أيضا مباشرة. قد تكون إما عرض عمل يقدم له ويوقع عليه، أحيانا عقد عمل يوقع عليه، وأحيانا قد تنتهي أيضا بالرفض. إذا كان هناك رفض للباحث عن عمل، تدرس الوزارة مع الشركة أسباب الرفض، ومن ثم يتم معالجتها. إذا كان الباحث عن عمل يحتاج إلى تدريب، إذا كان الباحث عن عمل يحتاج إلى إرشاد مهني، أو إذا كانت هناك بعض المهارات التي تنقص الباحث عن عمل. نعم، سعادة الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، شكرا لك على هذه الإفادة.